السلام عليكم طلاب الصف الخامس، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بدرس تصنيف المثلثات حسب قياسات زواياها. تعلمنا سابقا أن الزوايا ثلاثة أنواع: الزاوية الحادة هي التي يكون قياسها أقل من 90 درجة، إذا الزاوية الحادة التي يكون قياسها أقل من 90 درجة. والزاوية القائمة هي التي يكون قياسها تساوي 90 درجة، تكون تساوي 90 درجة. والزاوية المنفرجة هي التي يكون قياسها أكبر من 90 درجة. هاي أخذناها سابقا، هي راح تكون أكبر من 90 درجة. راح نتعلم حسب الاستكشاف اللي أخذناه المرة الماضية أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، 180 درجة. إذا القياس يجب أن يكون لأي مثلث، طبعا هناك 3 أضلاع، إذا له 3 زوايا، إذا مجموع هذه الزوايا يجب أن يكون 180 درجة. أتعلم، يوجد في أي مثلث زاويتان حادتان على الأقل، ويصنف المثلث حسب الزاوية الثالثة. باجي الآن على المثلث الموجود عندي، هو مثلث قائم الزاوية، إذن هذا الركن المربع تعني أن المثلث أن الزاوية قائمة، فيسمى المثلث حسب هذه الزاوية فيسمى مثلث قائم الزاوية، والسبب أن إحدى زواياه قائمة والزاويتان الأخريان حادتان. هذا المثلث مثلث حاد الزوايا لأن قياسات زواياه الثلاث هي أقل من 90 درجة، أي حاد. مثلث منفرج الزاوية لأن إحدى زواياه منفرجة والزاويتان الأخريان حادتان. أصنف كل من المثلثات الآتية حسب قياسات زواياها وأبرر إجابتي. المثلث منفرج الزاوية، السبب لأنه لاحظوا في عندي زاوية منفرج اللي هي 110 أكبر من 90 فهي منفرجة، إذا يسمى منفرج الزاوية. المثلث هنا لاحظ أن كل قياسات زوايا أقل من 90، إذا هو مثلث حاد الزوايا لأن زواياه الثلاثة حادة. هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية لأن إحدى زواياه قائمة والزاويتان الأخريان حادتان. أتحقق من فهمي من صفحة 75، أصنف كل من المثلثات الآتية حسب قياسات زواياها وأبرر إجابتي. لاحظوا إنه هاي أنا عندي مثلث، أيوة، جميع قياسات زواياه حادة لأنه أقل من 90 درجة، إذا يسمى مثلث حاد الزوايا لأن زواياه 3 حادة. هذا المثلث يوجد فيه زاوية قياسها 90 درجة، إذا تسمى قائمة، فيسمى هذا المثلث مثلث قائم الزاوية. هذا المثلث لاحظوا إنه أنا في عندي زاوية أكبر من 90 اللي هي 120، إذا هي زاوية منفرجة، فيسمى المثلث باسمها وهو مثلث منفرج الزاوية لأن إحدى زواياه منفرجة والزاويتان الأخريان حادتان. أصنف كل من المثلثات الآتية حسب قياسات زواياها وأبرر إجابتي. لاحظ إنه أنا في عندي هاي حادة وهاي حادة، لكن في عندي هون زاوية مفقودة. لكي أجدها أنا بعرف إنه مجموع قياس زوايا المثلث يساوي 180 درجة، فبجمع الآن 45 زائد 42 فالجواب 87. الآن بطرحها من 180 لأن قياسات زوايا المثلث 180 درجة. صفر ناقص 7 لا يجوز، بتصير 10، وهذه بتصير 7. 10 ناقص 7 3، 17 ناقص 8 9، إذا الزاوية الثالثة هي تساوي 93 درجة. طيب كون الزاوية الثالثة هي 93 درجة، إذا هي أكبر من 90، إذا هي زاوية منفرجة، فسوف يسمى المثلث مثلث منفرج الزاوية.
مثلث منفرج الزاوية. تمام، هذا المثلث فيه هاي 44 وهي 47، فأنا بدي أوجد قياس الزاوية الثالثة. تمام، بنفس الأسلوب بحكي 44 زائد 47 فالجواب 91، بطرح 180 ناقص مجموعها زاويتين الحادتين فبيطلع معي 89. لاحظوا أن 89 أقل من 90، إذن هي زاوية حادة، إذن صار عندي جميع زوايا المثلث حادات، إذن سيسمى هو مثلث حاد الزوايا. عندي هون 30 و60 مجموعهم 90. الآن راح أطرح 180 ناقص 90، لاحظوا أن الجواب أعطاني 90 درجة. إذا الزاوية اللي ظلت عندي هي زاوية قائمة قياسها 90 درجة، فيسمى المثلث باسمها أي قائم الزاوية. أصنف كل من المثلثات الآتية حسب قياسات زواياها وأبرر إجابتي. تمام، أنا عندي هاي 35 وهي 55، أنا ما بستطيع أن أحكم على المثلث إلا إذا أوجدت الزاوية الثالثة. فبحكي أول خطوة إنه 35 زائد 55 90 درجة، 180 ناقص 90 90، إذا هاي عندي زاوية قائمة، إذا تسمى المثلث مثلث قائم الزاوية. عندي 45 و32 بنفس الطريقة بجمعهم، فالمجموع 77. الآن بحكي 180 ناقص 77 فالناتج 103 درجة، إذا 103 درجات. إذا الزاوية هذه هي زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة فيسمى مثلث منفرج الزاوية. تمام، بهذا المثال لاحظوا إنه أنا هاي الزاوية يا مس تسمى زاوية مستقيمة. حكينا إن الزوايا ثلاثة أنواع، وفي عندي زاوية الرابعة اللي هي زاوية مستقيمة قياسها تساوي 180 درجة. طيب إذا كان عندي أنا هاي 95، إذا هاي كم؟ بحكي 180 ناقص 95 وبيطلع معي الجواب. إذا بحكي 180 ناقص 95 لأنه يسمى زاويتان متجاورتان على خط مستقيم واحد قياسه 180 درجة تساوي 85. الآن صار معي أنا هاي الزاوية 85 درجة. طيب ظل عندي زاوية أيضا مفقودة اللي هي هاي، كيف رح أوجدها؟ بحكي 55 زائد 85 فالجواب 140، فبعرف إنه مجموع الثلاث زوايا يجب أن يكون 180 ناقص 140، إذا 40 درجة هي قياس الزاوية الثالثة. إذا لاحظوا إنه صار عندي جميع قياسات المثلث حادة قياسات زواياه، إذا يسمى مثلث حاد الزاوية. ما ننسى أن القاعدة الزاويتان المتجاورتان على مستقيم مجموعهما 180 درجة. هيك بكون انتهى درسنا لهذا اليوم الخامس، يعطيكم العافية.